بص اقول لك على حاجه، لو جبت ابنك المتفوق في الثانويه العامه وقعدته في مكان كله دوشه وكله وش وكله ضوضاء وكله خناق وكله زعيق وكله هجوم على ابوه وعلى اخوه، هيذاكر وهينجح؟ هيسقط. لو جبت ولو ما اديتلوش جنيه هيسقط. فالنهارده انت لعبت الزمالك عشان بس الناس محدش يفصل، الناس مشكلتها ان هي بتروح عازله الفرقه تخرجها يقول لك تلعب. تلعب ازاي؟ فرقه شايفه الخزنه بتاعت ناديها اللي هي محجوز عليها من اول السنه، فرقه شايفه رئيس ناديها كل يوم خبر ينزل عزل رئيس نادي الزمالك، كل يوم مشاكل داخل نادي الزمالك، كل يوم حروب على نادي الزمالك. طبيعي جدا اي حد في الدنيا عمره ما هيأدي اداء او عمره ما هيبقى مركز، عمره مستقبله يعني لعيب الكوره ده عنده مستقبله في الملعب، فهو مستقبله غامض، هو مش عارف. النهارده لما كان لايام اللجنه المعينه لما جت ساسي وبن شرقي وطارق حامد واكتر من لاعب كان عقودهم قربت تنتهي، ما جددوش عشان مش شايفين، عارفين ان مستقبل الزمالك في الوقت دوت غامض وانت مش عارف رايح على فين. فالنهارده انت عامل صراعات داخل نادي الزمالك، مكتف نادي الزمالك. رئيس نادي الزمالك قال لك انا مش رايح النادي بعد يعني في المؤتمر في الفيديو اللي عمله من بيته. فالنهارده عشان انا اجي اقول اهاجم اللعيبه واقول للعيبه، لا، اللعيبه من مباراه الترجي التونسي في تونس وهي بتمر بظروف غير طبيعيه، بتمر بظروف تعجيزيه. انا مش بدافع عن اللعيبه او مش، بس انا بوصف الامور في نصابها الصحيح في وضعها الصحيح. هات اي فرقه، اي فرقه في الدوري وخلي بس رئيس النادي بتاعها يتقمص، مش هقول لك يتقمص يعني يتقمص بس كده، وشوف اداء الفرقه في الملعب ايه. خلي فرقه بس يتقال لهم ان في مثلا فلوس هتيجي من الشركه الراعيه هتتاخر عليكم شويه، فمرتبك بدل ما هتاخده النهارده هتاخده بكره، شوف اداؤه في الملعب عامل ازاي. فالنهارده اما تيجي كل اللي موجود ده كله وتيجي تحطه حمل على لعيبه نادي الزمالك، ده غير ان انت كمان بتظلم تظلم تظلم بتظلم اسمه لوائحيا وقانونا، واللعيبه على فكره دي كان عندها امل انها تلعب السوبر كل ده، بس اللي حصل الظلم اللي حصل. فكل دي زي ما حضرتك قلت كمان مداعب نفسي. النهارده اما لاعب يبقى رايح هيلعب مباراه السوبر في الامارات من اسبوعين، هيسافر دبي هيلعب ماتش جماهيري، هيلعب ماتش جماهيري وبرضه هي يعني هي هيتفسح زيه زي اي حد، وهيلعب مباراه وحاجه مباراه بتستناها من السنه للسنه، وهو بطل الدوري ويجي يبص يلاقي فيه تعنت وفي ظلم يقع عليه عشان مثلا 30 لاعب في الزمالك يتحرموا من حقهم الطبيعي عشان حق ياخده لاعب ممنوع ان هو يشارك في المباراه. فكل دي اعباء. اما تيجي تبص كل الحصار اللي على نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك في مختلف الالعاب، وتلاقي ان انت بتلعب ورجليك بتشيلك بالعافيه في الملعب، ونيجي احنا النهارده نقول ايه؟ اصل اللعيبه اداءها والله العظيم يعني بص، لو برشلونه لازم هتتاثر، هات كده مثلا ليفربول قول لهم هنعزل رئيس النادي وشوف الاداء بتاعهم هيبقى ايه. ما نتكلم بص، عشان نتكلم كوره لازم نبقى في ظروف طبيعيه، غير الظروف الطبيعيه هتشوف الاداء كده.